هاتوا بي رجعتنا جاري يا ابني اسمع كده المغص مع الكلب ايوه كده بس سيبها يلا الاثنين شايلين ازاي مش عايزه تسيبي القماشه ولا عايزه تسيبي يا سيف هعمل لاخواتي مفاجاه واروح اجيب لهم كلب شرس ولكن افتكر اللي هم اللي هيعضوا الكلب مش الكلب اللي هيعضه نروح نجيب الفيس جبنا الفيس بقى نروح نجيب مالك هو اللي هيجيب لنا الكلب ونيجي تاني لياسين ويوسف ومالك اهو اللي سايق دلوقتي يا جدعان وعين ان يطلع مالك على المريخ هات لنا كلب من هناك عين ان 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 عايزين هنلبس كنا هنلبس على نوف التوك توك ده كويس اللي انا مسوق عين ان 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 هتغابع الخامس ويزين واخيرا وصلنا المكان اللي هنجيب منه الكلب دلوقتي مستنيين بس حد ينزل عشان يجيب لنا الكلب وكده فشوف الكلب هيطلع عامل ازاي شكله هيطلع حاجه جامده جدا كالعاده كل مكان بنروحه بنتوه وده العادي والمعتاد بتاعنا فاحنا هنرجع تاني نقعد ندور على مكان تاني عشان احنا واحنا مكان تاني خالص فادينا شغالين ندور لحد ما نروح المكان ان شاء الله الجي بي اس بتاعنا بايظ خالص شويه قطط مستوردين اهو هنا في سحليه شايفين السحليه اهي السحليه اللي بتغير لون شايفين شغاله تمسح الازاز ازاي في واحده نايمه على الارض اهي تمام وفي واحده فوق اهي اي خدمه مش حاجهكم لاقي حاجه في الجي بي في شويه سمك صغيرين اهو سمك كبير هنا ودي الكلبة بتاعنا اللي مش لاقي نلاقته شغاله فتحة بقاها اتول جبنا الكلبة الشرسة دي جبناها اهي بص يا بنت هنا بص هنا اهي دي الكلبة هنروح نجيب لها طرق عشان كلبة شرسة اهي شايفين عاملة ازاي ساتوا بي هنروح نجيب لها حالا اهو طرق عشان ما تقعدش تجري عشان الكلبة دي زئردة خالص خالص يعني فهنروح نجيب لها طرق حالا اهو ونروح لياسين ويوسف بعد كده شايفين الكلبة قاعدة مستجنيصة ازاي قاعدة مستجنيصة مش خايفة ولا همها أي حاجة سايقين ازاي وهي ان 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 واخيرا لقينا لها طرق نجيب لها طرق من هنا من الاطراق ده حالا اهو عشان نلبسه لها وهتجري يا بت ولا هتجري الكلبة طلعتنا تجري وانا جرتنا جري وراها من هنا الليبي قاعدة تحت فين قاعدة تحت فين وشغالة تزوم علينا سامعة؟ شايفين شغالة زوم ازاي؟ طلعت سعرانة. وفجأة فاشلة لياسين ويوسف طبعا شغالة نجري ورا الكلبة جرتني جري. خش على بقى معتصم كده واحدة واحدة براحة مش عارفين نسكتها دلوقتي. يا ابني الشيبسي قدامها ما بتاكلوش. جبنا لها شيبسي ومش عايزة تاكله. طب حاسس عليها حاسس عليها وهي مديك ظهرها. يا ابني انا عايز تاخد الامان الاول. تاخد امان ده ادتنا الامان فوق دماغنا ده جرتنا جري يا ابني. كويس اللي انت جيت ورا بالفيز. تاني لفيت لها دلوقتي الكلبه طلعت شرسه وطلعت سعرانه كمان هنروح نرجعها دلوقتي ياسين ويوسف مستنينا هناك وكانوا قلنا لهم هنصور فيديو هم ما يعرفوش وشكل المفاجاه هتفشل ولكن هنروح نجيب كلب تاني دلوقتي ونصور بيه الفيديو الكلبه وانا في التوك توك اهي ومعتصم سايق الفيس بقى قدامنا حالا اهو معتصم سايق الفيس بقى هناك اشتقت انت دلوقتي الكلب تعبنا خالص خالص يعني هنروح دلوقتي ندور على كلب تاني ونبقى نعمل لهم المفاجاه هقول لهم بقى رجاله مفيش مفاجاه النهارده وهيزعلوا جدا بس يلا اي حاجه بقى نعمل ايه طيب بكره ان شاء الله ياسين ويوسف بداوا يحسوا ان احنا هنجيب لهم كلب بجد مني انا حكيت لهم امبارح ان الكلب عضني وبتاع كنت هعمل لهم بس قلت لهم خلاص الموضوع ده اتلغى فانا جبت لهم دلوقتي طوق كلب فانا هروح ادولهم وبعد كده اقوم رايح جايب الكلب من هناك وجاي ونشوف هنعمل ايه اقول لهم هروح اجيب فطار واجي لكم تاني وعمر هيبقى معايا على غنى اول ما غنى عليه قوم بدا التصوير يلا يا رجاله اعمل لكم المفاجاه اهي غمضوا عينيكم تفتكروا جايب لكم ايه هم يعني 90% بص يا رجاله ستح رايكم في المفاجاه الجامده دي طوق كلب مقطوع كمان مش اي طوق اي خدمه ده تضحكنا يا دي المفاجاه عم نجيب لكم الكلب بقى ده طوق كلب عم نجيب لكم الكلب اتفقنا يلا امسك انا واحنا نجيب فطار واجي لكم منكم ما فطرتوش انتوا فطرتوه اروح اجيب لكم فطار اروح اجيب هنا الفطار بسرعه اجيب لك كام شقه واحد ولا اتنين خمس بتكلم بجد كام شقه هجيب فطار بجد انا عارف انا عايز خمس انت طماع كده انت عايز كام كده فول وطعميه واحد تمام وانت اتنين واحده واحده ماشي وانا اتنين وانت بس رايك في المفاجاه دي اي خدمه كلباجي انت هتمسك الكوباك تعمله كوباك قصدي هتمسك الطوق تعمله كوباك صح دماغه انا فاهم ماشي هروح اجيب لكم فطار اجيب لك اتنين ماشي يا عمر يلا على السلامه هيجي منين منين توقع مواجهه الشقه دي فول ولا طعميه فول على طعميه فول على طعميه فول على طعميه بس هو مش جايب ولا فول ولا طعميه انا عارف هيجيب ايه مين اللي قال لك بقى انا عارف مين هتضل لك الكلمه هتضل لك بقى عامل لكم فجاه عارف ايه رايكم في دي بقى دي هاديه وبص بتسمع الكلام وبتمشي وراها كمان مش شبه بتاع امبارح بص ايه ما تخافش ما تخافش خدي 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 استنى استنى معتصم سيبها عشان تيجي معتصم اهو خدي
يا بنت ايه ده؟ ايه الاحراج ده؟ انت بتحرجني؟ بتحرجني؟ تعال تعال هتيجي يا عم. سيبها 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 هي واخدها عليا. هي خدت عليها هناك بقى، قعدت معاها هناك وانت مش هناك. خلاص دي بتمشي ورايا يابا و100 100. هاتي يوسف واسينا بيه. هاتي ياسينا بيه. خد سيبها بس يا خايفه منك انت. سقف سوسو يلا وجع على باغا. يا عايزه تروح للتصوير. انت بتصورني؟ بس اوعى كده اما ارقص مع الكلب. زقف زوزو يلا وجع على باغا. يلا 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 وروح يلا. ايوه كده. هاتي يوسف واسينا بيه. بيه هاتي يا بيه. عايز تربطها ليه؟ لا دي بتلعب. بص بص بتلعب ازاي. بص 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 كلبه لطيفه مش شبه بتاع امبارح السعاله اللي انت جبتها ده بتاع امبارح لو كانت جت كانت عضتكوا. دي بص لطيفه ازاي. هاتي يا بيه. رايكم في المفاجاه الجامده دي؟ حلوه حلوه. مبسوطين؟ هي بتلعب بتلعب. مبسوط يا عم ياسين؟ مبسوط يا عم يوسف؟ هم كانوا عارفين. هم كانوا عارفين. كان يا ابني اتمني امبارح جبنا كلبه سعرانه هي ده اللي عمل المشكله دي. وهم حكيت لهم بقى مني كان في خرابيش وكانت معتصم متعور في رجله كانت بهدلتنا امبارح. انما دي لطيفه ودوده. ما هي انا راح بيها البيت. امال هي كانت في البيت اصلا. ما تخوفهاش بس منك. ما تخوفهاش منا. هي هتمشي ورايا عارفاني. نسميها ايه بقى؟ هي بتسميها اساس. نسميها ايه؟ اساس مريم. بس سيبها يلا. سيبها سيبها. تعال 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 خدي. انت بتكسفيني ليه طيب؟ المفاجأة فشلت كده لحد دلوقتي وياسين ويوسف ايه؟ فشلوا المفاجأة. اوعى بقى سيبها 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 سيبها. شايل حد أكبر منك يا عم ياسين. أكبر منك اه. خد شيء. بتخربش. بتخربش؟ لا ما بتخربش. امسك شيء. شيء. الاثنين شايلينه ازاي؟ الاثنين شايلينه يا خرابي. شايل حد أكبر منك ليه؟ يا خرابي. لا طبعا ما تخوفهاش بقى. هي بتلعب. هي بتلعب ازاي؟ بتلعب ازاي؟ ياسين شغال اللعبة ازاي؟ مش عايزه تسيب القماشه خالص. مش عايزه تسيب القماشه ولا عايزه تسيب ياسين. مش عايزه تسيبهم خالص. شد لازم شد. مش عايزه تسيب. مش عايزه تسيب ياسين خالص. خلاص وكده المفاجاه فشلت. وياسين ويوسف كانوا عارفين عشان كده ما كانتش مفاجاه عشان كانوا عارفين امبارح. ولو عايزين فيديو تاني بالكلبه دي مش حامل يا عم. هي كانت حامل وولدت ووضعت خلاص. انما هي خلاص مش حامل. نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام. راح فين؟ انا عارف طلع بالتوك توك لوحده. بيحاول كمان لوحده. اكل الفيسبوك. ايوه هو انت ركزت. شعبيه شعبيه يا عم. خش بقى قول لي يا عم. هتبقى زهقت منك والله. هحج منك والنبي ابوس ايدك. انزل.